شو تبارك الله الزين شوف. تبارك الله. شحال يقدر يعطي 20 هذا؟ قدر قدر يعطيك أكثر. شحال خديتو الزيتون؟ 13 250 260 هذاك الشيء اللي قال لي هذا الشيء اللي كاين. والروندمون دابا شحال وصل؟ 19 20 21 22 كل واحد وشحال. تبارك الله تيبان لي هذا الزيتون كان فيه الكحل اكثر من الابيض. كتضربها كترد هي اللي كتحبس. إذن هذا تيقولوا له الفطور. إذن الفطور هذا بعد ما تعصرت الزيت هادو الشوامي. هذه الماكينة ديال الغزواني، هذه فيها ماكينة فيها الحجرة يعني بالطريقة التقليدية، وفيها ماكينة بالطريقة الجديدة بالطريقة العصرية. هادو الشوامي الطريقة التقليدية، الطريقة القديمة بالبريصة. إذن الزيت كتهبط بشوية عليها، يعني ماشي بحال الطريقة نتاع السونتريفيجوز اللي كت هادي البريصة هادي راه وقفوها. إذن هذا تيقولوا له الفطور. إذن الفطور هذا بعد ما تعصرت الزيت هادو الشوامي، إذن تيتعاودو يتنقاو. هذه الطريقة البلدية القديمة. إذن كيفاش تيتحيد هذا البقايا نتاع الزيتون، يعني بعد ما تحيدت منه الزيت. هادي الزيت، هادي الزيت هي تيهزوها من الفوق. ها البرميل تبارك الله مازال عاد تزيد تختار وتزيد إذن هنا كاينه ماكينة تقليدية بالحجرة. هي هادي الحجرة تاع هادي الماكينة اللي كندور. إذن هنا هذه الماكينة ديال الغزواني، هذه فيها ماكينة فيها الحجرة يعني بالطريقة التقليدية، وفيها ماكينة بالطريقة الجديدة بالطريقة العصرية. تبارك الله، يعني هاد الناس عصروا بالطريقة التقليدية، يعني هما تيقلبوا على الجودة نتاع الزيت، واخا الروندمون يعني ناقص بالنسبة للماكينة العصرية، ولكن عاوتاني الجودة، الجودة والمذاق. شحال خديتو الزيتون؟ 13 بارك كان 250. كنحسولت السوق باب جديد ف
في باب الريمه قالوا لي 250 ديالو غير 13 اونس الا جيتي للترونسبور والطحين اه يعني الا عطى الا عطات 20 طاح ب 13 150 14 مزيان تبصيل باش يعاون في لابريسيون اه الا ما درتش التبصيل غادي تقرا هذاك الشيء تبارك الله تيبان لي هذا الزيتون كان فيه الكحل اكثر من الابيض اه لا كحل هذا هذا كحل ياك زيت عامر زيت عامر تبارك الله غيعطيك يعطي مزيان هذا هو هذا شوف تبارك الله الزيت شوف تبارك الله شحال يقدر يعطي 20 هذا يقدر يقدر يعطي اكثر هذا مزيت تبارك الله اكثر اه دابا كل ما كحل الزيتون يقدر يعطي اكثر على حسب ما فيهش اه واخا تيكون كحل خلاص راه الحجره ديال الطحين هذه تقليديه الحجره تقليديه هذاك الشيء خلاص عندي سلسله هذه لابريسيون هذه تتبريسا تهبط مع السيريس السيريه ديالها هاكا تهبط من لهي اه مع السيريه تهبط بالماء اه لا هذاك الزيت ديالو تتبريسا هاكا تجمع هنا هنا تاع الزيت الفوق وتما تيبقى الماء تاع الماء ديما الماء ثقيل من الزيت الزيت ولا ما تيتلاقاوش لا حيت الزيت خفيفه الزيت فيها 900 غرام في كيلو كيلو فيه 900 غرام الماء فيه كيلو في كيلو في 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 ليطر نيشان كتسد عليها دير عليها الطبصيل ديالها تبارك الله مالاكسور اللي كيخلط مالاكسور يعني خلاط نعم مالاكسون يعني سدل اه مالاكسور اه هذا مالاكسون اه مالاكسون تيقولوه عبيك كاين الف ياه انا كان تيسحبني المالاكسور يعني تيخلط كيما لاكس تكون ميكسور اي ميكسور اي هو هذاك ميكسور مالاكسور ميكسور خلاص كاين واحد بيس مبروم هو اللي تيطلعها اي لداخل في وسط القادوس فوسط القادس فهذا كاين فيه تسمى تيطلع العزله وفيه تيطلع وتيطلع الموتور هو اللي تيدور باش كطلع اه خلاص هذه عندها واحد الكرابيه كتبرك عليها برجليك ولا لا هذه تدور تتقطع عاوتاني هذه تضرب في هذه صافي اي صافي فهمت عين لا حتى من هنا نقبطها غير بس شفت هاد النقشة هاد عين نجي من هنا كتضربها كترد هي اللي كتحبس تبقى الدور هذيك كتفرانيها 250 260 هذاك الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين والروندمون دابا شحال وصل؟ 19 20 21 22 كل واحد وشحال لا كاين روندمون السيد البارح من بوفكران كاين روندمون قال لي عطاه تيعطيه 15 16 بوفكران كاين بعد الموضع بعد الموضع بعد الموضع ماكينات الغزواني هذه ها؟ مازال ديال ياك هادي لما تكون في واحد غلطة
هنا بلورا كيمشي ولا بلورا الزيتون كيطلع لهنايا هنا كيتغسل هنا كيتسخن هنا وهادو لي مالاكسور هل تبيعوا هذا الزيتون الكحل؟ ها؟ هي ما نعرف واش عليهم ولا من شي ولا حنا عزلناه وقتلناه ورسلنا هذا الفيديو الماكينة يعني تلاحظوا النظافة التامة النظافة يعني داك الشيء نقي بزاف يعني الأرض نقية كاملين باقي الله خير موجود خير من الله تبارك الله.